السلام عليكم. ان شاء الله صراحة نبلش بشرح شابتر 2. شابتر 2 شابتر سهل جدا، وكثير بيجي عليه افكار بالامتحان، وهو من اساسيات المادة. يعني انت شابتر 3، شابتر 4، شابتر 5، شابتر 6، انت كله راح تستعمل الاشياء اللي بدنا ندرسها هون. فمهم انك تفهم. هسا هذا الشابتر عن شو بحكي؟ بحكي عن الفاكتورز. شو يعني فاكتورز؟ يعني هسا احنا حكينا بالشابتر اللي قبل كان كله مثلا بعد 3 سنين، بعد سنة، بعد سنتين، وكنا نحكي كله دفعات future present future present وإلى آخره. طب بس كيف بدنا نتعامل مع دفعات تكون مثلا future أو present بس مثلا 100 سنة؟ بس future present حكينا عنهم، انسى. طب كيف نتعامل مع الانيوال، يعني أقساط سنوية متساوية؟ طب كيف بدنا نحكي إذا أنا عندي مثلا القسط كل شهر بزيد 50 دينار مثلا؟ شو بصير عندي كمان؟ كيف بدي أحل هاي المعادلات؟ وهكذا. كله هذا راح نحكي عنه في شابتر 2 و 3 مع بعض. شابتر 2 و 3 مع بعض نبلش هسه. وطبعا كله باستعمال شيء اسمه الفاكتورز. ما الفاكتورز مش شيء مهم، تقدر انت قوانين وتمشي حسب شو بيجيك بالامتحان، هل هو قوانين او جداول. طيب نيجي نحكي عن الفاكتورز. هسه في عندي عدة فاكتورز. نحكي عن اول فاكتورز واللي هم السنجل بيمنت فاكتورز. نركز من كلمة سنجل بيمنت، يعني انا عندي كاش فلو دايجرام زي هيك، فعندي سهم فيوتشر او سهم البريزنت، بس سهم واحد، دفعة واحدة، دفعة على سنة 5، على سنة 6، على سنة 7 والى اخره. شو الفكرة من هاي الفاكتورز؟ الفكرة من هاي الفاكتورز لو فرضت انه انا عندي دفعة عند سنة صفر، هيها جيفن، وبدي الفيوتشر تبعها عند سنة معينة. يعني زي قلت لك انا اقترضت 10,000 عند ناو ات يير زيرو ات انترست ريت 15%، اوجد المبلغ عند سنة زمن 20. فانا مثلا ممكن ما استعمل القانون، ممكن استعمل الفاكتور. فهي الفكره انه انا عندي سنجل بيمنت، دفعه واحده، او عده دفعات ولكن مش متساويات، او عده دفعات مش متساويات. طيب خلينا نبلش شو بدنا نسوي. بكل بساطه انا في عندي فاكتورز. الفاكتورز تاعون السنجل بيمنت هم اف شحطه بي، او بي شحطه اف. شو معنى هذا الحكي؟ هسه هاي تقرا، هاي تقرا اف جيفن بي، اف given b. كيف يعني f given b؟ يعني انه انا اوجد f اذا b معي، يعني هاي دائما معطى، دائما اللي تحت الشحطه معطى. طب b شحطه f، يعني b given f، يعني البريزنت مجهول والفيوتشر معي، اللي هي زي هاي الحاله. هاي هي كل الفكره. فدائما تحت الشحطه في عندي ايش؟ given 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 f given b، b given f، وا 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 الى اخره. طيب هسه طيب شو قانون الفاكتور؟ يعني هاي اف جيفن بي شو قانونه؟ اف جيفن بي لحالها هي 1 زائد اي قوة ام، بس 1 زائد اي قوة ام، هذا هو الفاكتور. طب لو بدي انا الفيوتشر كامل، الفيوتشر كامل شو بعمل؟ بطبق قانون هذا درسنا عليه، درسناه بشابتر 1. طب لو بدي بي جيفن اف، دائما اخذها قاعدة اف جيفن بي عكسها بي جيفن اف، يعني واحد على، يعني f given b هي نفسها واحد على b given f، هيك معناها، يعني هيك تمثل وبس. فبالتالي هيو b given f شو كان؟ كان f على واحد زائد i قوة n، اللي هي نفسها لو بدك ترتب المعادلة، ها يعني خلينا نرتبك اياها. الفيوتشر كانت حسب الفاكتور الاول b في واحد زائد i قوة n. طب لو بدي انا ال b شو بقول؟ f على واحد زائد اي قوة ان، واحنا بنعرف انه هذا الاشي هو الفاكتورز. هذا الفاكتور كان اف جيفن بي، بس هيك كل الفكرة. هسا كيف احنا بنيجي بالامتحان لما نيجي نحل، او لما نحل مسائل مثلا؟ ما بديش تستعمل انا الجد القانون، تستعمل جداول خاصة زي هيك مثلا، مش موجودة هون، بجيبه كمان شوي. كيف يعني؟ باجي بحكي بفتح قوسين، اول اشي هون نوع الفاكتور f given b او b given f او الى اخره. هون بنحط ال i وهون بنحط ال n، او العكس ممكن n و i، يعني مش فرقية هاي. فهون انا لو اجيت قلت انا f given b فائدة 5% وهون 6 سنين، هيك معناها، يعني انه انا بدي اعوض مكان ال i بدي اعوض 5%، ومكان ال n بدي اعوض 6 سنين بس، ومكان الاف او البي ما هي معطى، ما هي تكون معطى بس. هي هي كل الفكره. طيب كيف الجداول شكلها؟ اتوقع موجودين هون بالصور اللي تحت زي هيك. هي هاي صوره،
طبعا هذا الجدول، مش هذا الجدول صالح لنسبة ربع بالمية. اها طيب بالامتحان شو بيكون معي؟ بالامتحان ممكن دكتور تكون موحدة كل الأسئلة على نسبة 10% مثلا، فبتلاقي ما تعطيك جدول 10%، أو في مسائل 10% و15%، فبتعطيك جدول ال10 وبتعطيك جدول ال15، وهكذا. يعني ما راح يكون أنا عندي لبس أو غموض. ما تعطينيش الجداول أصلا، معناها بدي أنا أستعمل قوانين. لو أنا بشتغل أونلاين أو قاعد بتعلم لغايات يعني وظيفية، فأنا بقدر أستعمل الإكسل وبستغني عن القانون، وبقدر أستغني عن مين؟ عن الجداول. طيب هاي الجداول بقول لي هون ان عدد السنين، هون مثلا اف جيفن بي، اف جيفن بي شو بحكي؟ لو زي قبل شوي قلت انا على فرض النسبة ربع 6 سنين، وين 6 سنين؟ هيها اف جيفن بي هيو. طب شو في بي جيفن اف، هذول سنجل بيمنت. بعدين راح نحكي عن اليونيفورم سيريز، بعدين راح نحكي عن الارثمتيك جريدنت. تمام، خلينا نرجع نحل مسائل عليه. مسائل بسيطة جدا، بقول لي هون a person deposit 5000 into an account which pays interest rate of 8% per year. ركز، ما جابليش انها simple rate، فبالتالي بعتبرها compound، بعتبرها compound. فهسه معطيني بالمسألة i بتساوي 8%، ومعطيني a person deposit، يعني هسه عمل، يعني هسه اودع، يعني ال p 5000. شو بيحكي لي؟ بيقول لي the amount in the account after 10 years، يعني بده بعد 10 سنوات كم المبلغ، يعني بده الفيوتشر عند 10 اف 10 يعني. فشو معناها بالكاش فلو دايجرام؟ معناها هون انا عندي ديبوزيت اودع، يعني مصاري نقصت، يعني سهم لتحت، وبده قديش المبلغ اللي معاه بعد 10 سنين اف. وهي طبعا 0 1 2 والى حد 10. طيب شو بعمل؟ بطبق، بلاحظ انه معي البي وبدي الاف، فبطبق اف جيفن بي. يعني بحكي انه انا الاف اللي بدي اياها اف عند 10، يعني ان 10 شو بتساوي؟ بتساوي البي تبعتي اللي عند الزيرو، يعني في اف جيفن بي في اي اللي هي 8%، والان اللي هي الفرق بينهم 0 و10. شو الفرق بينهم؟ 10. طب ليش قلت لي الفرق بينهم 0 و10؟ لانه حسب شابتر 3 مش راح تكون مثلا بين 0 و10، تكون مثلا بين 3 و6، فانا باخذ الفرق بين الرقمين هذول، الفرق بين الرقمين هذول 10 ناقص 0 10، معناته انا الان عندي 10. فبالتالي شو بعمل؟ بروح على الجداول هون. هسه قديش البي 0؟ البي 0 5000. 5000. هسه هون قلنا عندنا 3 طرق، اما بستعمل جدول حسب الامتحان شو معك، او قانون، او اكسل. مش راح اركز على هاي، وانا هسه لما اجي احل حسب السؤال عندي ممكن اخذ الحل جاهز. فخلنا نستعمل كقانون، قانون الفاكتور اف جيفن بي، قلنا عنه 1 زائد اي قوة ان. الاي قديش؟ 8%، والان عندي هيها 10، بس بحسبه تطلع قيمة الاف عند 10 سنوات هاي. اف تساوي بي في اف كيفن بي، اف كيفن بي هيو ايش؟ هيو زي هيك. هذا من القانون. طيب خلينا استعمل الجدول، خلينا اجيب الجدول وارجع. هاي الجدول، هاي الجداول طبعا صالحة، هاي نسبة ربع، طبعا في عنا لحد نسبة احنا 8% سؤالنا، وعدد السنين 10. شو بحكي؟ هاي 10، واي اف كيفن بي قديش؟ 2.159. بس لو اجي لهون بضرب زي ما قلت انا 5000 ضرب 2.159 قديش بتطلع؟ انا احسبها 5000 2.159 بتطلع معك 10 7 9 5. طلع نفس الجواب، بس مش شرط يطلع نفس الجواب، ممكن يطلع فرق تقريبي، يعني 10 7 9 4 مثلا 10 7 9 6 حسب التقريبات. فلاحظ انه هذا الرقم هو ايش؟ هو نفسه 1 زائد اي قوة ان، او اللي جبته انا من التيبل هون من الجدول مباشرة. بس هي هي كل الفكرة يعني. هسا السؤال اللي بعده بدي انا استعمل الفاكتور الثاني، بس الفاكتور هون شو قال لي؟ A small company wants to make a single deposit. ركز انه single deposit now، يعني بده يودع الان، يعني بده يودع الان. So it will have enough money to purchase a backhoe costing 50,000 5 years from now. هسا هم بدهم يودعوا عشان يشتروا
باكو اللي هي آلية يعني منشأة اللي بتحفر هاي، ناخذها بالمعدات يعني، انه يكون عندي سعرها 50,000 بس بعد 5 سنوات من الآن، يعني أنا معطيني الفيوتشر فروم ناو يعني فيوتشر دائما. فالاف 50,000 وبده ديبوزيت ناو، قلنا كلمة ناو يعني صفر، يعني هو معطيني اف 5 معطيني بي عند الصفر عند ناو مجهول، معناها الآن شو بتساوي فرق السنوات بينهم اللي هي 5، شو بقول لي؟ بقول لي النسبة الآي 10%. يلا شو بحل؟ بحل الطريقتين، إما بحكي إنه البي بتساوي اف في الفاكتور بي جيفن اف، لاحظ بدي بي ومعي اف، الاي 10% والان 10، اي الان 5 قصدي، او بستعمل القانون. شو القانون؟ القانون هيو اللي عندي هون، انه قسمه زي ما قلت قبل شوي. لا خلينا نستعمل الفاكتور، نروح على الفاكتور عند نسبة 10%. ركز بالامتحان لو كان عندك عدة جداول او انت بتدرس، ركز على النسبة اللي بيعطيتني اياها. النسبة 10%، عدد السنوات 5، الفاكتور انا عندي بي جيفن اف قديش؟ 0.6209. فلو ضربت ال 50,000 في بوينتس، 50,000 ضرب 0.6209 بيطلع معي 3 1 0 4 5. بتقدر تطلع معاه بالدوسية هون، دوسيتي طلع معي 3 1 0 4 6. لاحظ فرق تقريب، ليش؟ انا هون نعطيك حاسب على آلة حاسبة بالضبط على القانون، ولكن هون في تقريبات، يعني هاي مش 0.6209، لو تحسب القيمة هاي تطلع رقم أكبر غيرها غير هذا. بس هاي هي كل الفكرة، ولكن الجواب صحيح، الجواب صحيح. لاحظ إنه السنجل بيمنت يعني تكون عندي دفعة واحدة. هسا ممكن يجيك أسئلة، هسا أنا في عندي بالدوسية هون بعد شابتر 4 يعني بعد مادة الميد، لكني حاطط لك بروبلم هون أصلا لأول 3 جوابر، يعني خلينا بس نخلص شابتر 3 نجيهم. ففي عندي مثلا زي هيك دفعات متنوعة أكثر من دفعة، فبنحكي عنهم إن شاء الله. نرجع هسه لموضوعنا السنجل بيمنت، ممكن انه يكون عندي بالسؤال زي هيك كشف لو دايجرام، هاي الزمن صفر مثلا، ايه هون عندي بي مجهول على فرض، عندي عند زمن عند زمن 3 سنوات مثلا عندي دفعة 10، دفعة 1000 مثلا، وعندي عند زمن 5 مثلا عندي دفعة 1200 على فرض. فشو بعمل؟ بدي البريزنت، فبحسب كل واحدة لحال. كيف يعني؟ بقول بي عند الصفر، البي اللي بدي اياها شو بتساوي؟ بتساوي اف اللي عندي الثلاث مضروب في الفاكتور تبعها. شو الفاكتور تبعها؟ انا بدي بي ومعي اف، يعني اف اي قصدي بي جيفن اف، بي جيفن اف، بي جيفن اف، انا معي اف وبدي بي. والاي من نفرض الاي عندنا 10%، 10%، والان هي الفرق بينهم اللي هي 3، زائد اف عند الخمسة اللي هي 1200 مضروب في بي كيفن اف الاي 10%، والان 5 سنوات بس. هون بعوض 1200، هون بعوض 1000، والهذول من الجدول او من قانونهم اللي هو 1/1 زائد اي قوة بس. يعني زي هيك افكار الاسئلة يعني ممكن تيجي، زي هيك الأفكار اللي ممكن تيجي على الموضوع هذا يعني. طيب الفاكتور الثاني اللي هو اليونيفورم سيريز، كلمة يونيفورم سيريز يعني إنه أنا عندي أقساط متساوية أو دفعات سنوية متساوية اللي هي الأنيوال، يعني زي هيك رسمة الكاشف لو دايجرام. عندي هاي بريزنت 1 2 3 4 5، فالفاكتور اللي عندي بي جيفن اي أو اي جيفن بي. ولكن بدنا نركز أي شيء كثير مهم، لما أطبق أنا الـ B given A أو الـ A given B، الـ B اللي أنا قصدي فيها هي قبل أول دفعة. كيف يعني قبل أول دفعة؟ إن طلع هاي المسألة أنا عندي دفعة الأولى وين؟ عند 1 2 3 4 5، دائما الـ B اللي بدي أوجدها من الفاكتور بتكون قبل سنة، قبل سنة من أول دفعة، قبل سنة من أول دفعة بس. هاي هي كل الفكرة، دايما الدفعة اللي قبل الأنوال مباشرة. يعني لو أنا عندي زي هيك 0 1 2 3 4 5، وين أول دفعة؟ هون في البي اللي بدي أوجدها، بوجد بي عند الاثنين. بس هذا الإشي ما راح نتطرق له في شابتر 2، يعني هذا الفيديو ما راح نتطرق له، راح نتطرق له في شابتر 3. عشان هيك بالامتحان
لو كان الامتحان راح يكون من اول اربع شباتر، فانت ما راح يجيك مساله سهله انه خلص زي هاي، الا اذا الدكتور بده تتساهل معك، لا تبي يجيك مساله مثلا زي هاي. تمام؟ بالكوزات لو كان الكوز في شابتر 2 راح يجيك مسائل فقط بس زي هيك، بس افكار سهله يعني. بس الفكره اللي انا بحكي عنها دائما قبل هاي، يعني انا هون لو بدي اجي اوجد كيف بحكي، انا عندي اول دفعه عند الثلاث، فالبي اللي بوجدها بوجد بي عند الاثنين وليس بي عند الصفر. طب كيف اوجد بي عند الصفر؟ طب لما صار عندي بي عند الاثنين صارت وكانها فيوتشر، من الفيوتشر لبريزنت شو بصير عندي؟ يعني بستعمل فاكتور بي كيفن اف. انسى هاي التفاصيل مش هسه. طيب خلينا نشوفها زي هيك، شايفين؟ خلينا نشوف المساله هاي. A chemical engineer believes that from defining the structure of the certain water treatment polymer, his company would earn an extra 5000 per year. بقول لي في عندي هون مهندس كيميائي، بقول لي اذا قرر يغير او يعدل على المنشا تبعه راح يصير عندي يربح 5000 كل سنه. معناها ها بيرير، ركز كلمه بيرير معناها انوال، دائما خذها قاعده، دولار بيرير يعني انوال، نعطيني الانوال 5000. هسه ان انترست ريت معطيني الاي 10%. هاو ماتش كود ذا كومباني تو سبيند ناو؟ بده البي، بده البي جاست اوفر ا 5 يير بروجكت بيريود، مده المشروع 5 سنوات. تمام، شو الفكره من هاي المساله؟ الفكره من هاي المساله كالتالي، عندي هون صفر، عندي 1 2 3 4 5. انا في عندي طبعا بنمثله احنا بشكل مستطيل، نمثله بشكل مستطيل بالعاده. معنى هاي معناها كالتالي، انه انا عندي دفعات من الواحد للخمسه، انت اللي 5 يير بروجكت زي هيك، دفعات متساويه. لاحظ اني مثلتها مستطيل. ليش مثلتها مستطيل؟ عشان انهم دفعات متساويه. قديش هاي؟ 5000 والاي 10%. فبالتالي لو بدي انا سبيند ناو يعني بي عند الصفر، لاحظ انها قبل اول دفعه مباشره، فبي عند الصفر تساوي الاقساط اللي عندي الاي مضروبه في بي جيفن اي النسبه 10%، وعدد السنوات دائما خذها قاعده، عدد السنوات هي نفسها عدد الاسهم اللي هي عدد الدفعات، يعني 1 2 3 4 5. واصل قال لي البروجكت مدته 5 سنوات. بس بجيب هذا من الجدول ويعطيك العافيه، والاي كم؟ 5000. هي 5000، لاحظ شو عملت هون؟ جبته مباشره من الجدول، بي جيفن اي، بي جيفن اي، هي بي جيفن اي عند 10%، 5 سنوات بيطلع 3.791، بيطلع معي الجواب هذا، هذا الجدول، هاي بي جيفن اي. طيب افرض انه انا يعني ما بدي استعمل الجدول، بدي استعمل القانون، هاي قانون البي جيفن اي. طبعا والاي جيفن بي دائما مقلوبه، قلنا حكينا دائما مقلوبه. طيب خلينا نوقف الفيديو لهون عشان يعني ما نطوله كثير. حكينا احنا عن الانوال، عن الانوال طبعا لاحظ انه هون امثله بسيطه، ان شاء الله راح ناخذ امثله اصعب. فالانوال دائما ريبريزنت الفاكتور بي جيفن اي، واي جيفن بي دائما قبل بسنه. يعطيكم العافيه.